جاهز اليوم راح نروح ببيت جدي ويا ابن عمتي واخويا وامي وابويا، يعني راح نروح كله، وخالاتي وجهالهم كلهم موجودين. فيلا خلينا نشوف منو حاضر. انت جاهز؟ ايه. امين جاهز؟ ايه. اوكي، أميدة تتجهز وأبويا نايم لأن إحنا نطول. ف يس يلا ننتظر بين ما يتجهزون. حشوفكم أول شيء شنو هم لابسين، لأن هدوم العيد. لحظة، هيك هدوم العيد مالته مو كلش مبينة. هاي بجامة العيد؟ إيه. بس حشوفكم أخويا شنو لابس. هاي هدوم العيد مالته، صح من ما دا اقدر اخليه يبين كلش لانه ما نطلع وجهنا، بس عادي. يس يلا روح روح. اوكي انتظرونا بالجزء الثاني على مود نشوفكم، على مود نشوفكم من ناصل. بس باي، هذا الجزء الاول، روحوا للجزء الثاني بس.